مفاوضات الفرصة الأخيرة كما وصفها البعض. أتحدث بطبيعة الحال عن مفاوضات كينشاسا برعاية الاتحاد الأفريقي في الكونغو الديمقراطية الجارية منذ صباح أمس، والتي ربما كما صدر بعض البيانات عن الجانب المصري والجانب السوداني قد آلت إلى الفشل. إذن المفاوضات ومفاوضات الفرصة الأخيرة بين الدولة الأثيوبية ومصر والسودان حول أزمة سد النهضة يبدو أنها في طريقها إلى الفشل، كما قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، تشبث بالآراء ولا نتائج جديدة، هكذا هي المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي. بعدما هدد عبد الفتاح السيسي لأول مرة أثيوبيا قبل أيام بوضع خطوط حمراء وقال سد النهضة ومية مصر خط أحمر، لكن ما زالت أثيوبيا مستمرة في بناء السد والتوعد بالملء الثاني بعد أقل من 85 يوم. وأيضا رئيسة الوزراء رئيسة أثيوبيا خلال الأيام اللي فاتت قالت لا نعبأ بتصريحات عبد الفتاح السيسي، لكن التصريح الأخطر من الجانب الأثيوبي كان على لسان هذا الرجل دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية، واللي خرج قبل يومين على قناة الجزيرة عشان يقول ما تخفيه أثيوبيا وما تقرر أثيوبيا فعله مع الوطن أو مع المصريين خلال الأيام القادمة. قال دينا مفتي سنبيع الفائض عن حاجتنا من مياه وكهرباء سد النهضة، على الرغم أنه تراجع بعد دقائق عن هذا التصريح، إلا أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا هذا التصريح نقلا عن قناة الجزيرة مباشرة. نتابع هذا الجزء من كلام دينا مفتي واللي بيتكلم فيه عن بيع أثيوبيا المياه لمصر والسودان. نتابع. هل تفكرون في بيع المياه بعد اكتمال السد وتشغيله، ولا أقول الكهرباء، هل تفكرون في هذه المسألة بيع المياه خارج أثيوبيا؟ لماذا لا، كل شيء هو وارد، الكهرباء بكل تأكيد والفائض من المياه بكل تأكيد، لما لا؟ إجابة صريحة، هل تفكرون في بيع المياه؟ كما سئل دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية فقال لما لا، الكل وارد، ربما نبيع المياه إلى مصر والسودان ونبيع أيضا الكهرباء الفائضة عن الحد بعد انتهاء الملء الثاني لسد النهضة. تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق وتصريح الخارجية الأثيوبية، مع اعتبروه إعلان حرب ضد الأمن القومي المائي المصري. من هذه التغريدات ما كتب محمد علي السواحلي وقال تأكيد ونفي، المتحدث باسم خارجية أثيوبيا دينا مفتي يثير الجدل بعد تصريحه ببيع مياه النيل ثم تراجع عنه بعد دقائق خلال مشاركته في أحد البرامج. محمد صلاح بيقول أثيوبيا تسعى جاهدة إلى استفزاز مصر والسودان وكأنها تستجديها إلى ضرب سد النهضة، ربما لأنه أصبح الفخ الذي نصبته لنفسها وتتمنى إيجاد الوسيلة للتخلص منه دون تقليب الشعب عليها أو دون تقليب الشعب عليها. تصريحات وموقف إثيوبيا من المفاوضات مهزلة، وبالأخص أن مياه النيل هي ملك لها تتصرف فيها كيفما شاءت. محمود أيضا أو محمد بيقول اللي ما فهم من البداية يفهم الآن، تريد تشرب تدفع من أجل هذا السد بني وسيبنى غيره بهذه الطريقة. تفاعل عشرات الألاف على مواقع التواصل الاجتماعي مع التصريحات المستفزة والمتسارعة من الجانب الأثيوبي، لا سيما بعد تهديد عبد الفتاح السيسي التهديد الأول بضرب سد النهضة أو تحركات عسكرية ربما تكون خلال الشهور القادمة مع فشل المفاوضات في سد النهضة. هذه التحركات بدأت بمناورات عسكرية بين الجيش المصري والجيش السوداني أنهيت أمس، لكن ما زالت المفاوضات أمامها ساعات، مع نهاية اليوم سيعلم الجميع ماذا يخفي الغد في ملف هو الأهم والأخطر، ملف سد النهضة.